شخصية بدقيقة بودكاست. جو باشي ممثل أمريكي من أصل صقلي، ولد عام 1943، وقد عرف بتميزه بلعب أدوار رجال العصابات، ويعد واحدا من أبرز الممثلين الذين يتألقون في الأدوار الثانية في العالم. ظهر شغفه بالتمثيل في سن 5 حين شارك في عدة مسرحيات في نيويورك، لكنه في شبابه عمل حلاقا ليسير على خطى والدته. عام 1975 سجل باشي ظهوره السينمائي الأول مع فرانك فينسنت، لكن انطلاقته الحقيقية النارية كانت في تحفة سكورسيزي الرائعة The Raging Bull إلى جانب روبرت دينيرو، الدور الذي فاز عنه بجائزة بافتا. لكن أفضل أداء له على الأطلاق هو دوره في تحفة سكورسيزي الأبرز Goodfellas، الذي مكنه من الفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور مساند، هذا فضلا عن أدوار بارزة أخرى في عدة أفلام نذكر منها كاسينو، هوم ألون، وانس أبون ا تايم إن أمريكا، وبرونكس تيل. بعد اعتزال جو باشي التمثيل أواخر التسعينات، ألح مارتن سكورسيزي عليه ليقنعه بالعودة ليلعب دور راسل بافيلينو في تحفته الأخيرة The Irishman، وبعد محاولة قيل أنها تخطت 40، نجح سكورسيزي أخيرا بإقناع باشي الذي أدى دورا رائعا في الفيلم، وترشح للأوسكار مرة جديدة كأفضل ممثل في دور مساند. شخصية بدقيقة بودكاست.